الحقيقه مذكرات كثيره وكلام كتير جدا على الورق، ولكن عايز اسال حضراتكم سؤال، وهو سؤال طبيعي جدا نتكلم فيه مع حضراتكم. لما فكر صناع كره القدم الانجليز، يعني تاريخيا بيقولوا ان الانجليز هم من صنعوا كره القدم، كان هناك اساس معين دايما الاساس ده او الاساس ده هم اللي حطوا عليه صناعه كره القدم. يعني الناس وهي قاعده بتفكر كده حطت 3 4 حاجات من ضمن هذه الامور عشان تصنع كره القدم. يعني من ضمن هذه الامور حاجات انا شفتها النهارده في بيان النادي الاهلي. اولا اللعب النظيف، ثانيا تكافؤ الفرص. اولا اللعب النظيف وثانيا تكافؤ الفرص. الناس لما كانت قاعده بتفكر كده هنعمل كره قدم هنا وهنعمل دوري في انجلترا وبعد كده الدوري ده هينتشر في كل حته، دوري محلي يعني، الدوري ده هينتشر في كل حته وكره القدم هتنتشر في العالم كله، الناس فكرت اولا في تكافؤ الفرص واللعب النظيف واللعب بالعداله او لعب بعداله في كل شيء. وهو ده بالمناسبه الكلام اللي بيطلبه النادي الاهلي في القرارات الاخيره اللي اتخذها خلال الشهر اللي فات بالكامل. يعني كل اللي النادي الاهلي عايزه او كل النادي الاهلي بيفكر فيه مبدا تكافؤ الفرص واللعب النظيف فقط لا غير. هل لما النادي الاهلي يطلب كده ما يجيلوش رد من اتحاد كره القدم في اي شيء؟ وبالمناسبه يعني وانا بتذكر خلال الفتره اللي فاتت كده اتحاد كره القدم في بيان مؤخرا يعني بعد ما الازمه والنادي الاهلي طلع قرارات وقال ان هو مش هيكمل وكذا وكذا، القرارات السابقه لمجلس اداره النادي الاهلي، طلع بيان من اتحاد كره القدم قالوا فيه ايه؟ قالوا فيه ان احنا هنستشير الاطراف المعنيه بهذا الموضوع اللي هو التاجيل او اللعب بدون الدوليين. اللعب بدون الدوليين بقيه المباريات في الدوري العام المصري على اساس ان الدوري ينتهي قبل بدايه كاس الامم الافريقيه. قال لك هنستشير الاطراف المعنيه. تخيلوا حضراتكم، وانا تاكدت من الموضوع ده النهارده قبل ما اجي لحضراتكم على طول، كلمت كل الناس اللي مسؤوله اللي المفروض الجوابات بتجيلهم، هل في جواب جه النادي الاهلي حد سال انت عندك استعداد تكمل البطوله وتخلصها قبل بطوله الامم الافريقيه او قبل بدايه بطوله الامم الافريقيه بدون الدوليين؟ الجواب كان بالنسبه لي لا، محدش بعت لنا اي جواب، وبالتالي لم يتم استشاره النادي الاهلي في اي شيء. يعني هل ممكن يكون حصل وديا؟ انا ما اعتقدش ان هو حصل وديا، ولكن انا وديا لا يعنيني، انا كل اللي يعنيني المخاطبات الرسميه اللي بتوصل للنادي الاهلي واللي بتطلع من النادي الاهلي. فتخيلوا حضراتكم ان قال لك ايه؟ استشاره الاطراف المعنيه في انتهاء بطوله الدوري قبل بدايه كاس الامم واللعب بدون الدوليين. لم يتم استشاره النادي الاهلي وهو احد اهم الاطراف المعنيه في هذا الموضوع. هل ده طبيعي؟ هل ده بالعقل كده لما نقعد نفكر كده، لما الواحد يغمض عينه كده ويقعد يفكر، هل ده طبيعي اللي بيحصل ده؟ طبيعي اللي بيحصل ده؟ هل هو بيحصل في كل العالم؟ موسم استثنائي وموسم صعب وموسم في كل شيء. وبالمناسبه النغمه بقى اللي جايه اللي هتطلع ايه؟ هيقول لك يا جماعه انتوا بتفكروا في الدوري، خلينا مركزين في كاس الامم الافريقيه. هو دي النغمه اللي هتطلع اليومين ثلاثه اللي جايين بعد القرارات اللي انا قريتها لحضراتكم، بعد القرارات اللي انا قريتها لحضراتكم واللي خرجت من مجلس اداره النهارده، هتلاقوا الناس ايه بتقول لك كده؟ يا جماعه انتوا بتفكروا في ايه؟ في الدوري ايه وبتاع ايه؟ خلينا مركزين في كاس الامم الافريقيه. بالمناسبه ان انت تبص على حقك او تجري ورا حقك ملوش اي علاقه بالمسانده الكامله من النادي الاهلي لبطوله الامم الافريقيه وكل المعنيين في بطوله الامم الافريقيه. مسانده من الالف للياء، النادي الاهلي ما عندوش مشكله ان هو يعمل اي شيء في اطار ان تنجح هذه البطوله، وان شاء الله هتنجح وان شاء الله هنكسر الدنيا في هذه البطوله. وزي ما المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم قال في تصريحات امبارح، قال هنعمل بطوله افريقيه الافضل في التاريخ، ان شاء الله هتطلع الافضل في التاريخ. ده ماله او مسانده النادي الاهلي ووقوف النادي الاهلي خلف المسؤولين في بطوله كاس الامم الافريقيه ومساندتهم لنجاح هذه البطوله، ده ماله؟
ومال ان النادي الاهلي بيدور على حقه، بيدور على حقوق جماهيره، بيدور على الفلوس اللي دفعها وعايز ياخد بيها دوري كالعادة، ده الطبيعي. ده ماله ومال ده، ده شيء وده شيء آخر. هو النادي الأهلي لما يدور على حقه يبقى بيتعدى على حقوق الآخرين؟ النادي الأهلي عمره ما تعدى على حقوق الآخرين، النادي الأهلي عمره ما تعدى على حقوق الآخرين. النادي الأهلي دائما ما ينظر للقانون وبيمشي واحدة واحدة وبمنتهى الاحترافية. الحقيقة ايه الموضوع؟ ايه اللي دخل كاس الامم الافريقيه ومسانده كاس الامم الافريقيه والخروج بهذه البطوله كافضل بطوله في التاريخ، وان شاء الله ده هيحصل، وان النادي الاهلي بيبص على حقه او بيجري ورا حقه، او مجلس اداره النادي الاهلي بيجري ورا حقه وحق جمهوره؟ ايه اللي دخل ده في ده؟ مال ده ومال ده؟ هو انا لما يحصل عندي مشكله ايه اللي المفروض يحصل؟ وسمعته من الاستاذ محمد عثمان المستشار القانوني، كان قبلنا في مع المهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي، قال ايه؟ هنتخذ وقرارات باينه او الكلام باين في القرارات اللي خدها مجلس اداره النادي الاهلي، ان هو اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه تصاعديا وفقا لايه بقى؟ وفقا لايه؟ وفقا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضه المصري. مش قانون الرياضه الاجنبي، قانون الرياضه المصري. وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبي أمام جميع الجهات المعنية، بداية من أولا لجنة التظلمات باتحاد كرة القدم. لجنة التظلمات، النادي الأهلي هياخد أوراقه وهيطلع على لجنة التظلمات في اتحاد كرة القدم، يقدم الأوراق دي ويقدم طلباته في هذا الموضوع. هو مين اللي مدي النادي الحق، النادي الأهلي الحق ده؟ أنا ولا حضراتكم ولا مين؟ مين اللي مدي النادي الأهلي إن هو من حقه يعمل كده؟ هل هم مجلس إدارة النادي الأهلي والمستشار القانوني فكروا كده مع نفسهم وقالوا إحنا هنعمل كده؟ أبداً. اللي إدى الحق للنادي الأهلي إن هو يعمل كده القانون المصري. القانون المصري، مش أي قانون آخر، القانون المصري قال كده. قال إن أنت من حقك لو عندك اي تظلمات او اي شيء ان انت تروح للجنه التظلمات باتحاد كره القدم. وبالتالي ده حق اعطاه القانون المصري لاي نادي يريد ان يتظلم. واعذروني شويه في اللفظ القانوني اللي انا بتكلم فيه، لان انا مش راجل بتاع قانون يعني. فان القانون المصري هو اللي ادى النادي الاهلي هذا الحق، وبالتالي النادي الاهلي كل اللي بيعمله ايه؟ بيستخدم هذا الحق. بس كده بمنتهى البساطه، موضوع منتهي وبسيط جدا. لان انا عارف بقى الكلام اللي هيطلع اليومين ثلاثه الاربعه اللي جايين دول، هيقول لك هو النادي الاهلي بيفكر في ايه، النادي الاهلي عايز ايه. النادي الاهلي مش عايز حاجه يا جماعه. بالمناسبه النادي الاهلي بينظر لحقوقه او بيحفظ حقوقه وبيدافع عن حقوقه امام كل اللي بيحصل خلال الفترات اللي فاتت. وهنا في البرنامج ملعب الاهلي كنت انا بطلع مع حضراتكم في رمضان، في رمضان، وجبت حوالي سبع او رؤساء سبع او ثمان انديه تقريبا كانوا بيرفضوا نهايه الدوري بعد كاس الامم الافريقيه، لانه بالنسبه لهم هيبقى خراب، خراب في كل شيء، من الناحيه الفنيه ومن الناحيه الماديه ومن الناحيه المعنويه للاعبين. فبالتالي القانون اعطلق، القانون المصري، انا كل شويه هقول الكلام ده لانه مهم جدا، القانون المصري اعطلق هذا الحق. فمجلس إدارة النادي الأهلي بيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللي أقرها لي القانون المصري علشان يحفظ حقوقه وحقوق ناديه ولاعبته وجمهوره وكل الناس، بداية من لجنة التظلمات، مرورا بقى بإيه؟ بمركز التسوية والتحكيم، ووصولا إلى الفيفا. ما عندناش أي مشكلة إطلاقا، ما عندناش أي مشكلة في إن احنا نصل إلى أعلى شيء، حتى لو خدنا الدوري بالمناسبة، ما عندناش أي مشكلة، لكن احنا أو النادي الأهلي لما بيعمل كده بيضع ثوابت خلال الفترة القادمة. يجب أن تكون هناك لوائح واضحة للجميع خلال الفترة القادمة في الدوري اللي جاي. النادي الأهلي بينظر لمصلحته طبعًا، وبينظر لمصلحة كرة القدم المصرية.
لكن ايه اللي دخل كاس الامم الافريقيه في حقوق النادي الاهلي؟ انا مش فاهمها الحقيقه دي، عايز افهمها. نفسي اوصل لحد يقول لي النادي الاهلي طول عمره مؤسسه وطنيه كبيره جدا بتقف خلف كل مؤسسات الدوله اللي واقفه بالفعل بشكل كبير جدا علشان كاس الامم الافريقيه دي تنجح من اول يوم ان شاء الله 21 لغايه يوم 19. ملهاش اي علاقه بان احنا بندور على حقنا، ملهاش اي علاقه بان احنا بندور على حقوق كل الانديه المصريه او معظم الانديه المصريه مش كلها. فالنادي الاهلي هياخد اجراءاته هيصل الى اعلى شيء في هذه الاجراءات، بدون، ملوش اي علاقه باي شيء. هو مين اللي عمل الكلام ده يا جماعه؟ انا ولا اتحاد كره القدم؟ النادي الاهلي يعني اللي عمل الكلام ده ولا اتحاد كره القدم؟ عندما طلب اتحاد كره القدم، وانا كنت شاهد على هذا الموضوع في ملعب الاهلي، عندما طلب من النادي الاهلي ان هو يلعب كل يومين كل 72 ساعه مباراه، وانا هذيع سر بقى على الهوا دلوقتي الحقيقه. فانا شايف من وجهه نظري الفنيه في الفتره دي ان انت تلعب 8 مباريات في اقل من 25 يوم كان صعب جدا، وهيعود على اللاعبين بالاجهاد والتعب والكلام ده كله. فكنت دايما بتكلم مع مجموعه الاعداد والاستاذ ايمن ورئيس القناه وكل الناس اللي بقول لهم يا جماعه لازم نقول للناس ان اللعبة دي عندها اجهاد، 8 مباريات في 25 يوم صعب قوي، ما شفناهاش يعني، عمرنا ما شفناها في اي حته في العالم. فقال لك يا جماعه مش عايزين حد يتكلم في موضوع الاجهاد، لان النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي قال ان هو هيلعب بهذا الشكل، وادى وعد ان هو هيلعب بهذا الشكل، وبعت ورقه رسميه ان هو هيلعب بهذا الشكل، وبالتالي لا ما نتكلمش في كده. ومع ذلك طلعنا وقلنا برضو ان في نوع من الاجهاد. يمكن حضراتكم ساعتها قلتوا انتوا بتبرروا ليه ان النادي الاهلي اتغلب كذا وحصل معاه كذا وحصل معاه كذا. مفيش لعيب في الدنيا او مفيش مجموعه لاعبين في الدنيا يستحملوا اللي حصل خلال الشهر بتاع شهر 2 ده، عمري ما شفتها الحقيقه. وبالتالي الإجهاد اللي حصل كان له دور كبير جدا جدا في بعض النتائج السلبية اللي حصلت خلال هذا الموسم أو خلال الشهرين ثلاثة اللي فاتوا، بداية من شهر 1 وحتى الآن. ومع ذلك ما كناش بنطلع نتكلم في هذا الموضوع، لأن مجلس إدارة النادي الأهلي اتفق مع اتحاد كرة القدم على كده، بعت ورقة رسمية وقال أنا هلعب كده. هو ده الفرق ما بين النادي الاهلي. وبالتالي النادي الاهلي مؤسسه وطنيه بتبحث دائما عن الصالح العام، وبيرسخ لمبادئ تكافؤ الفرص في كل الانديه. هو عمركم شفتوا حد بيلعب اخر مباراه في الدوري نص قبل الدوري او قبل بدايه كاس الامم ونص بعد بدايه كاس الامم بعد نهايه كاس الامم؟ سنة استثنائية وسنة صعبة وسنة فيها كذا وكل ده احنا قلناه. وكل ده بالمناسبة اتحاد كرة القدم، انا لما باجي اتكلم مفيش اي خصومة مع شخص او اشخاص في اتحاد كرة القدم، ولكننا دائما بنتكلم على حاجة بيعملها اتحاد كرة القدم او سياسة بننتقدها لاتحاد كرة القدم، ولكنهم كاشخاص محترمين وعلى الراس من فوق مفيش اي مشكلة. ولكن السياسة اللي بتحصل دي، هل دي سياسة طبيعية؟ النادي الاهلي بعت ورقه التزم بيها، وعشان التزم بهذه الورقه ان هو قال ان احنا هنلعب كل 72 ساعه مباراه، التزم بهذا الموضوع، جت نتائج او بعض النتائج السلبيه في اخر الشهر لو تتذكروا مباراه سان داونز طبعا. فجت هذه النتائج السلبيه، وانا لا ابرر شيء بالمناسبه، ولكن انا بقول لحضراتكم الاحداث ماشيه ازاي. ما حصلش ان النادي الاهلي ابدا قال ان يا جماعه لا مش هنلعب مباراه او اجلوا لنا مباراه، حتى بما فيه مباراه حرس الحدود انا متذكر هذا الموضوع اللي كانت يوم 8 وكنا مسافرين بعدها على طول تاني يوم الصبح. فعشان كده انا بقول لحضراتكم النادي الاهلي دائما ما يرسخ ل
هذا الموضوع اللي هو اللعب النظيف. ما عندناش مشكله مين ياخد الدوري، ان شاء الله النادي الاهلي هو اللي هياخد الدوري، يعني الافضل فنيا، الافضل في اشياء كثيره جدا. ولكن حتى لو النادي الاهلي ما خدش الدوري، ولكن انت بترسخ لمبدا اللعب النظيف خلال المواسم القادمه. بقى زهقنا من ان فريق طالع على طريق مصر اسكندريه يكلموه يقولوا له ارجع انت هتلعب في القاهره، وفريق تاني رايح بورسعيد ولا رايح السويس ولا رايح كذا يكلموه يقولوا له تعالى انت هتلعب في اسكندريه. زهقنا من المواضيع دي. هو كل اللي النادي الاهلي بيطالب بيه ايه يا جماعه؟ كل اللي النادي الاهلي بيطالب بيه ان انا يجي لي ورق ابقى عارف ان هيحصل ايه السنه الجايه، عشان اعرف ارتب نفسي واعرف ارتب اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه من داخل النادي الاهلي. هو انا لو عايز اجيب لعيبه، لو عايز امشي لعيبه، لو عايز اشوف اللعيبه بتوع ال 97 هيلعبوا ولا مش هيلعبوا، هيبقوا موجودين ولا مش هيبقوا موجودين، هيتم قيدهم ولا مش هيتم قيدهم، هل لهم مسابقه ولا ما لهمش مسابقه؟ حاجات كتيره جدا ممكن نتكلم فيها فنيه. هو مش كل ده محتاج وقت، مش كل ده محتاج ان المدير الفني يضع التصور العام وبعدين يناقشه مع في وجود طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ، يناقشه مع المشرف العام على كره القدم كابتن محمود الخطيب، وبعدين يتم اتخاذ القرارات. مش هو ده اللي المفروض يحصل؟ ولا انا بتكلم كلام غريب ما بيحصلش في اي نادي في العالم؟ انا بتكلم الكلام الطبيعي اللي المفروض يحصل. هل كان من الممكن ان ينتهي الدوري قبل بدايه كاس الامم؟ طبعا كان ممكن جدا 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 ان هو ينتهي قبل بدايه كاس الامم، والدنيا كانت واضحه تتعمل ازاي. تاجل 3 4 ايام او تلعب بدون الدوليين في الثلاث في الماتشين ثلاثه الاخر. فانت لما بتيجي تتكلم وبتيجي تطلع قرارات، انت بتدرس كل قراراتك كمجلس اداره يعني في النادي الاهلي، بتدرس كل قراراتك وبعدين بتطلعها. هي كره القدم والرياضه عموما معموله ليه؟ معموله ليه؟ معموله عشان مبدا تكافؤ، او بتتعمل عشان مبدا تكافؤ الفرص ومبدا اللعب النظيف. ده هو في الاتحاد الدولي يقول لك دايما لما تيجوا تتفرجوا على بطولات اوروبا او حتى افريقيا يقول لك الفير بلاي. هل من الفير بلاي ان انت تفضل قاعد شهرين شهرين مش عارف هتعمل ايه؟ هل ده طبيعي؟ وانا ماليش دعوه بحد، انا بتكلم عن النادي الاهلي بالمناسبه، ماليش دعوه باي حد تاني. انا مستغرب جدا 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 من الناس اللي عايزه الدوري ينتهي بعد نهايه. طبعا دي حاجه ما تخصنيش، ولكن انا من الناحيه الفنيه كده بعيدا عن كل بقى الورق وكل الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده، من الناحيه الفنيه هتقول للعيبه ايه؟ اتمرنوا عشان عندكم مباراه هتكسبوها هتاخدوا الدوري؟ والنبي اللعيبه هتفكر ازاي؟ طيب هتعمل لهم معسكر ولا مش هتعمل لهم معسكر؟ تعمل لهم معسكر اعداد ولا مش هتعمل لهم معسكر اعداد؟ هتديهم اجازه ولا مش هتديهم اجازه؟ طب هتمشي مين وهتجيب مين؟ يعني انا لو قاعد مع مارتن لاسارتي او قاعد مع الكابتن محمود الخطيب المشرف على الكوره هقول له طب انتوا هتمشوا مين وهتجيبوا مين؟ طب المجموعه اللي موجوده دي هتفضل زي ما هي؟ طيب هتعملوا ايه خلال الفتره اللي جايه؟ في ناس كتيره اكيد مش يعني هيقعدوا يفكروا 100 مره هيعملوا ايه الفتره اللي جايه؟ فانا وما في وبرضو انا بأكرر هذا الكلام، لا توجد اي خصومه مع اشخاص في اتحاد كره القدم، ولكن احنا بننتقد سياسات معينه اتحاد كره القدم بيعملها. ما الدوري كان يخلص ونخلص، ما الدوري كان يخلص قبل بدايه كاس الامم وتخلي كل مش النادي الاهلي بالمناسبه، ال 18 نادي ال 18 نادي يريحوا دماغهم بقى ونقعد نتفرج على كاس الامم، ويقعدوا بقى كل نادي يقعد يحضر للسنه الجايه هيعمل ايه. لكن انت دلوقتي انديه كتيره جدا او الانديه اللي هتلعب بعد كاس الامم الافريقيه مش عارفه هتعمل ايه. طيب وهل من مبدا او من عشان يبقى عندنا مبدا تكافؤ للفرص ان في انديه مخلصه بقى لها شهرين وانديه هتخلص لسه كمان بعد شهرين، هل ده في تكافؤ للفرص؟ طيب هتعملوا ايه مع خطاب الاتحاد الافريقي النهارده؟ انا سمعت حاجه مهمه جدا، قال لك